أنا أخشى أننا نزرع في مجتمعاتنا الشخصية البكائية التي تبكي في الهزيمة وتبكي في المأساة، وحتى أننا جعلنا للسرور بكاء، هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني، حتى أننا أصبحنا لا نطيق البشمات في الفرح بل نبكي من الفرح، لأن الشخصية البكائية قد تبكي في حالات الفرح كأنها تخاف على الفرح أن يموت. أيها الأحبة، إننا نبذل جهدا كبيرا في عاشوراء، ولكن أنا أتساءل ما هي امتدادات عاشوراء في العصر؟ إنها لا تزال في الدائرة الشيعية الخاصة، حتى أنها لم تنفذ بقوة في الدائرة الشيعية المثقفة المعاصرة إلا بالقليل. ولكن عاشوراء التي أريد لها أن تكون المأساة التي تهز الضمير الإنساني، هل استطعنا أن ننقلها إلى العالم المعاصر؟ قد يحدثك بعض الناس أن الأديب الفلاني في الغرب قال كذا، وأن الفيلسوف الفلاني قال كذا، ولكن كم هي الكلمات التي لا نستهلكها حتى نحن؟ إن العالم يعيش الآن بالكذب، مأساة المحرقة التي انطلق بها النازي بالنسبة لليهود، ونحن نعرف أنها كانت لليهود ولكثير من الشعوب، ولكن اليهود عملوا بما عندهم من إمكانات حتى يقنعوا العالم على أساس اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، واكذب اكذب حتى يصدقك الناس. وأصبحت المسألة هي أن المحرقة تمثل هذه المأساة الإنسانية التي انطلقت القصص والروايات والتأريخ والأفلام لتنفذ إلى كل جيل حتى جيل الأطفال، ليشب عليها الصغار ويشيب ظهرهم عليها الكبار. ونحن لم نستطع أن نحرك عاشوراء في الضمير الإنساني، حتى أننا لم نستطع أن نحرك عاشوراء في بعدها الإنساني، وحتى في بعدها الثوري في المضمون الثوري الفكري في واقعنا لم نستطع ذلك. أتعرفون كيف تقدم عاشوراء إلى العالم؟ انظروا إلى فضائيات العالم غداً، وبعضنا لا يزال من مراجع ومن علماء لا يزالون ينظرون لهذه العادات المتخلفة. ماذا تنقل الفضائيات العالمية؟ هل تنقل الكلمات الهادفة، الكلمات المثقفة التي تنطلق من بعض المثقفين والهادفين؟ هل تنقل هذا النبض الإنساني العاطفي الذي يعيش في نفوس الناس؟ إنها تنقل كيف نضرب رؤوسنا بالسيوف، وتنقل كيف نجلد ظهورنا بالسلاسل، وتنقل كلمات بعضنا أنها لو استغنينا عن ذلك لماتت قضية الحسين، كأن قضية الحسين قضية هامشية
لا يصنعها إلا المتخلفون. إن الذي يصنع قضية الحسين ليست هذه الدماء التي نستنزفها من رؤوسنا، بل الدماء التي نستنزفها من رؤوس الأعداء.